السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. برج الدلو صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. قراءتك هتكون قويه وهتكون مليئه بالمفاجآت، وباذن الله هتلاقي الفرحه والهنا والسعاده اللي انت بتحلم بيه. تاريخ الفيديو بتاعك 19 مايو، ده تاريخ الفيديو، التاريخ علشان المصداقيه. هنشوف مع بعض ايه الاخبار وايه التوقعات. انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وانتظر قراءتك الجميله اللي هتكون مليئه بالمفاجآت. كمان قراءتك هتكون كلها روحانيه وهتكون فيها اخبار ساره. ادعم الفيديو علشان قراءتك هتكون مليئه بكل المفاجآت اللي انت محتاجها. اخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتك اللي هترد على الامنيه اللي انت بتفكر فيها حاليا. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دايما وحيد، دايما حاسس بالوحدة حتى لو في مليون ناس حواليكم. الفترة دي عايزاكم تحذروا من اي حاجة بتحصل عندكم، لاني انتوا في حيرة من امركم، في حيرة من حياتكم. الدوامة اللي عندكم مقفولة، جايلكم خبر من بعد صبر او من بعد ما في مشكلة كبيرة وتعرضتوا لأزمة فيها او تعرضتوا لخسارة كبيرة. البشرة دي هتكون خير. عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، في نقطة سودة مش عارفين تفسروها أو علامة استفهام. في ناس بتبين إن هي بتحبكم وهي بتحقد عليكم. خدوا بالكم، انتوا عملتوا حاجة غلط والحاجة دي انتوا ندمانين عليها جدا. ما تحكوش عنها أو ما تتكلموش عنها. دايما هنا في تفكير مستمر وإرهاق، بس في رزق ماديا. ماديا هيكون في استقرار حلو جدا. عندكم حظ، حظ من بعد تعب. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نقلة جديدة او عندكم اشارة روحانية حلوة. الاشارة دي هتجيب لكم بخبر، والخبر ده انتوا متعلق بكم انتوا شخصيا. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في استقرار عاطفي. الاستقرار العاطفي ده في اسمة كبيرة جدا، عاطفية مفتوحة. بس خلي بالكم ان انتوا عندكم شخص، الشخص ده دايما بيكذب عليكم وبيخدعكم. الشخص ده ليه علاقة بيكم، كذاب منافق وبيلعب على كل الأطراف. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم سفر، اسمة سفر مفتوحة. في تجديد عندكم. بعض منكم لو تعبان مع الشريك عايز يبعد، عايز يمشي، مش حابب يكمل مع الشريك لأن حاسس إن الشريك تعبه، حاسس إن الشريك بياخد من الطاقة بتاعته، وحاسين إن الحظ بتاعكم قليل في أكتر من حاجة. الروحانيات العالية اللي عندكم دي هتعمل لكم توازن، توازن في التفكير. طيب هنا انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم وشكم هينور تاني من بعد المعاناة. انتوا منتظرين خبر، الخبر ده متعلق بحاجات حكومية، في خبر متعلق بأوراق امضى، توكيع، استقرار، تغيير. ايه اللي تعبكم اليومين دول؟ الصحة. الصحة عندكم مش مرتاحة وعشان كده مقهورين جدا او زعلانين جدا من الفشل. عندكم واحدة ست كبيرة في السن مش عايزاكم تكونوا مبسوطين جدا، بتحقد عليكم، كلها غيرة، كلها حقد، كلها غير لاتجاهكم. خدوا بالكم في حاجة انتوا بتدوروا عليها والحد الان مش لاقيينها، وزي ما قلت ان في سؤال محيركم وعلامة استفهام. فخدوا بالكم لان انتوا عندكم محكمة، المحكمة دي انتوا هتاخدوا فيها قرار، والقرار ده هيكون صح، لان انتوا مش هدا انتوا من الاشخاص اللي ما بتاخدوش قرار غير لما بتكونوا خلاص بتاخدوه عن اقتناع، لان مش بالسهل ان انتوا تبعدوا. فخدوا بالكم، البعض منكم هيكون عنده استقرار في تفكيرات كتير جدا. انتوا منتظرين عودة حد او منتظرين لقاء بحد، فهيكون في تغيير. مين الشخص المريض اللي عندكم اللي بيعاني دايما من اشد المعاناة؟ دايما مظلوم، دايما مخدوع، دايما متخان. الشخص ده في ضيق، في خانقه وانتوا واقفين جنبه. ممكن يكون الشخص ده في سجن، تعبان، مرض، الله اعلم، بس هو حزين جدا على نفسه وانتوا زعلانين عليه. الدنيا هتغير عندكم حاجات كتيره جدا، والحرفيا اللي هيتغير عندكم في ايام معينه هو تغيير المكان اللي انتوا فيه، لان المكان اللي انتوا فيه شايلين هم الدنيا كلها، تعبانين، حاسين ان المكان ده سبب رئيسي في التعب النفسي اللي انتوا فيه، فعشان كده عايزين تغيروه. وبمجرد ما تغيروه الامور عندكم هتتغير حرفيا.
فخد بالكم الكورين عندكم تعبكم ملازمكم وراكم وراكم وتعبكم نفسيا. في حاجات عندكم بتحصل بالعكس، ما بتحصلش زي ما انتوا عايزين. والحاجات اللي بتحصل عندكم بالعكس دي عامله لكم فشل نفسي، وعشان كده العين كبيره جدا ومأثره عليكم. فخدوا بالكم لان ربنا كريم جدا عليكم، بس انتوا اللي عايشين في وهم وفي طاقه سلبيه، في نور زي ما قلت في من بعد ظلمه او خيانه، يعني كشف خيانه. انتوا عندكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، فرحتكم هتكمل على خير، وفرحتكم اللي هتكمل على خير دي هتكون انتصارة. قلبكم الموجوع ده ربنا هيفك دقتكم وهيفرج همكم، لان انتوا اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا، وحاليا حاسين ان انتوا ما عملتوش حاجة تستاهل، لكن في شخص حاسس بالندم اتجاهكم. انتوا كاتمين وقافلين على نفسكم وبابكم مقفول، ما حبيتوش حابينش تتكلم مع حد، ما حابينش تتكلموا مع حد خالص. عندكم فرحة، الفرحة دي هتكون كبيرة جدا، هتكون تغيير حلو ليكم، حاجة انتم منتظرينها من بدري او مستنينها من بدري. الفرحة دي هتكون جميلة جدا بإذن الله، بس انتوا قولوا يا رب، قولوا يا رب. زرعتوا حاجات كتيرة جدا، فحان الوقت ان انتوا تحصدوا اللي انتوا زرعتوه. في استقرار، في حاجات هتغير فيكم حاجات كتيرة جدا. طيب انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا هيكون في قعدة، والقعدة دي هتكون صلح، لكن انتوا عندكم حرف الميم والعين والسين واللام والالف، الحروف دي انتوا كانت سبب حد من التدمير حياتكم، كانت سبب حد ان انتوا قلبكم يتكسر. اعز الناس ليكم ظلماكم، اعز الناس ليكم تعباكم نفسيا وجسديا. فدايما اقول خدوا بالكم من نفسكم، وبلاش ان انتوا تامنوا قوي للناس دي، لان اغلب الامور عندكم فيها اعداء، اغلب الامور عندكم في ناس وراكم وراكم ومش سايباكم في حالكم، رغم ان انتوا عملتوا كل واجباتكم اللي هي صح، ما ظلمتوش حد، ما كسرتوش بقلب حد، ما عملتوش اي حاجه مع حد، كل اللي عملتوه هو خير، لكن انتوا في مرحله افضل من اللي انتوا فيها باذن الله الفتره اللي جايه. وعندكم كمان توازن، التوازن ده هيكون في تفكير، في استقرار، في امور جديده. انتوا حرفيا التوازن في اكتر من حاجه عندكم، واكتر من حاجه مأثره عليكم ضغط، الفتره دي هتكون خير. والطاقه السلبيه اللي عامله لكم تشتت في اموركم دي، انتوا يعني حتى لو عندكم امور مضايقاكم بتحمدوا ربنا وبتقولوا يا رب احنا مالناش غيرك، انت اللي واقف جنبنا وانت اللي هتحمينا من الاعداء اللي بتحضر لنا المكيدة، بتحضر لنا الطاقات السلبية. في حياة جديدة هتعيشوها، الحياة الجديدة دي هتكون تحسين لجميع الأوضاع بتاعتكم، بس في قلق وخوف وملل وزهق، وخصوصا انتوا زهقانين من حاجة، ممكن يكون بشرتكم، شعركم، صحتكم، في حاجة بهتانة عندكم، حتى تساقط شعر رهيب. حاولوا ان انتوا تهتموا بنفسكم وشيلوا اي توتر او اي قلق او اي طاقه سلبيه من دماغكم. الخمول والكسل ده ارموه، نشطوا نفسكم، العبوا رياضه، اعملوا حاجات جديده، لان انتوا شايلين طاقات مؤذيه. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاكم هتخليكم انتوا يعني في قمه الازدهار، في قمه الطاقه الجديده، هتكونوا منتصرين على اعدائكم، لان ربنا كريم عليكم ومحدش هيكون اكرم من ربنا عليكم. في طاقة حسد شديدة، وطاقة الحسد الشديدة دي جاية لكم من واحدة ست، عاملة لكم صداع مستمر، وجع في الجسم، وألم في الظهر. فخدوا بالكم، انتوا حساسين جدا، وقلبكم جميل، وناس بريئة في التعامل، فعشان كده انتوا بيتحط عليكم بسرعة. ليه بيتحط عليكم؟ لأن اللي على قلبكم على لسانكم، والشخص التاني بيحبكم حب التملك، وحب التملك ده تعبكم نفسيا، وانتوا من اكتر الناس اللي بتتأثر بسرعة. ملامح باهتة، حبوب في البشرة، تساقط الشعر، هالات سودة، دي حاجات بتظهر عليكم دايما وقت ما بتكونوا زعلانين او مخنوقين او تعبانين، حاجات جد على طول. ليه؟ علشان انتوا بتتأثروا بالشخص اللي قدامكم، بتتأثروا باي حد حتى لو كان بيحكي مشكلة تخصه، وبتسحبوا جدا الطاقة السلبية من اللي حواليكم. انتوا حرفيا ما بقيتوش تهتموا باي حد، انتوا بدأتوا تهتموا بحياتكم شوية، لان في موجة بتروح وتيجي عليكم، لكن الموجة اللي انتوا مستنيينها دي هتكون بخصوص مال.
وهتبقى في سعادة حلوة جدا. هتبدأوا تعملوا أو تعوضوا حياتكم عن أمور مستجدة في حياتكم، وبعدوا عن أي حد بياخد من طاقتكم وبيلعب بمشاعركم الفترة دي. في قمة الازدهار وفي قمة الفرحة، انتوا عندكم خير، عندكم فرحة، خبر حلو، تطوير جميل جدا. انتوا بدأتوا تحبوا نفسكم، بدأتوا تحكموا بالعدالة في حياتكم الفترة دي. انتوا هيبقى في عدالة كبيرة جدا هتحكموا بيها، وفي خير حلو قوي. ليه؟ لان فرحتكم قريبة عليكم، فرحتكم ما شاء الله عليها. انتوا بلاش القلق وبلاش التوتر، عندكم استقرار عاطفي بشكل كبير جدا. الاستقرار العاطفي ده هيكون من بعد خيبات امل، مشاكل، طب امور مش كنتوش مرتاحين فيها. انتوا بدأتوا تقفلوا على حياتكم، تقفلوا على قلبكم، تقفلوا على لسانكم، بدأتوا تعملوا تجديد في شكل كبير جدا، لان انتوا عندكم استقرار. الايام اللي جاية دي حرفيا حرفيا كل مشاكلكم هتتحل، والغيمة السوداء اللي عليكم دي هتنزاح وهتترمي بره، لان تفكيركم رهيب، تفكيركم بأقت في حاجات كتيرة جدا. والخبر الحلو ده بإذن الله هيفرحكم قوي. في حد تعبان عندكم وبالكم مشغول عليه، عمالين تفكروا فيه كتير جدا، او في حد مش عاجبكم تصرفاته وعمالين تتكلموا معاه وتقولوا اللي انت بتعمله ده غلط. في تجمع حلو مع عيلة، مع قعدة، او في نقلة جديدة، حرفيا نقلتكم هتكون جديدة. انتوا حابين تقعدوا مع نفسكم، حابين الاستقرار، حابين ان انتوا بتحبوا العزلة جدا، بتحبوا الهدوء. في ارتباط، وزي ما قلت زواج او تجمع في قعدة حلوة. والمال اللي جاي لكم ده عايزاكم تمسكوا على ايدكم شويه، لان ربنا هيفرحكم. بس في عين قويه سايباكم بالحسد من اقرب الناس ليكم، خلوا بالكم. حياه جديده عندكم هتبداوها واحده واحده. العصبيه مش عايزاها، بلاش العصبيه، لان انتوا بتمروا بجيل، بتمروا بخنقه، بتمروا بعدم استقرار في حياتكم النفسيه، فيا ريت تحذروا. حياتكم حاسين ان هي متلخبطة شوية، بتجيبوا الزعل لنفسكم من غدر الاخرين، ان محدش يعلم الغيب. فياريت تخلوا بالكم، عندكم علامات في جسمكم، البعض منكم عنده علامة زرقاء، البعض منكم عنده امور وجع في جسمه، عندكم علامات. فياريت تخلوا بالكم، لان انتوا بتحطوا على نفسكم دايما اللي انتوا فيه ده غلط. الضغط النفسي اللي وراكم مسبب لكم ألم وحيرة، ومش عارفين دنيتكم ترتبوها ولا عارفين حالكم في ايه، رغم ان انتوا دايما بتقولوا يا رب. في حية وراكم وحشة، ابعدوا عنها بقدر المستطاع. الحية دي وراكم، وراكم بقالكم مدة كبيرة عمالين تعانوا منها، لكن هي وراكم وراكم. انتوا ناويين على طاقة، ناويين على امور مستجدة. الناس المقربة ليكم عايزة تحط عليكم اكتر، وانتوا عارفين كده، بس انتوا بتحبوا الناس اللي حواليكم، لكن هم مش بيحبوكم. عندكم باب رزق هيتفتح قدامكم، باب طاقة. لو انتوا مستنيين ورق هتمضوه، ففي ورق هيكمل على خير. لو انتوا مستنيين استقرار ففي استقرار. شوفوا انتوا عايزين ايه، الحاجة اللي انتوا عايزينها هي اللي هتحصل الفترة اللي جاية. انتوا خدتوا قرار الفترة دي وخلاص، مش عايزين تتراجعوا عنه تاني، حتى لو كان القرار ده تعبكم. ممكن تكونوا خدتوا قرار تبعدوا عن الشريك، خدتوا قرار بطاقة تانية، خدتوا قرار بتغيير. القرار اللي انتوا خدتوه مستحيل حد يرجعكم عنه، لان انتوا خدتوه بتفكير رهيب وباقتناع وخلاص. حتى لو هيأثر عليكم ما بقيتوش يفرق معاكم. والاستقرار اللي عندكم ده استقرار راحة نفسية، هترتاحوا نفسيا الفترة اللي جاية، لان انتوا حاسين ان حياتكم متلخبطة شوية، حياتكم فيها امور منعكسة. طيب عندكم حد تعبكم الفترة دي من ابراج مائية، ابراج مائية، ممكن يكون حد تعبكم، برج سرطان، برج عقرب، برج حوت، حد تعبكم، حد واكل حقكم، حد مش واقف معاكم منهم، الله اعلم. لكن الفترة اللي جاية هيكون في امور مستجدة. حد عندكم بيتعامل معاكم ببرود، وانتم ما بتحبوش العلاقة اللي فيها برود، وعشان كده مسبب لكم وجع دماغ. بتحبوش ابدا البرود في التعامل، البرود في يعني حد يتعامل معاكم ببرود كده، بتحبوش الوضع ده خالص، بتحبوا ان انتوا تكونوا في استقرار. فياريت تخلوا بالكم الفترة دي من نفسكم. وزي ما قلت انتوا عندكم القولون عصبي جدا،
وده بسبب ان انتوا ضاغطين على نفسكم في امور كتيرة، وفي حاجات قافلينها ومش راضين تتكلموا عنها، في حد طردتوه بره حياتكم ومش عايزين تتعاملوا معاه. ده ليه؟ ده لان انتوا مش شايفينش منه ابدا راحة، ما شفتوش منه ابدا استقرار، ما شفتوش منه ابدا تفاهم بينكم، فعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تتغيروا حاجات كتيرة في حياتكم. في زي ما قلت طاقة معينة، في حد بيكذب عليكم وانتوا عارفين الحد اللي بيكذب ومستنين حقيقة. الشريك عندكم، يعني لو كان عندكم شريك قديم، الشريك ده انتوا ما عملتوش معاه حاجة وحشة، كرمتوه وفضلتوه عن نفسكم وعملتوا معاه حاجات كتيرة جدا، لكن انتوا ما عرفتوش تقفوا على أرض صلبة معاه، خانكم او بعد عنكم او سابكم، وعشان كده انتوا اتغيرتوا واعلنتوا ان انتوا تعملوا تجديد في حياة معينة. اموركم هتكون جميلة الفترة اللي جاية، وزي ما قلت السحر هيتقلب على الساحر، لان ربنا كريم عليكم وحابب لكم الخير وحابب لكم الطاقات المستجدة. الاعمال اللي عندكم دي ربنا مش راضي عنها، او ربنا مش حاببها ان هي تكون في حياتكم، فياريت تحذروا وتخلوا بالكم من اي مشكلة مؤثرة عليكم، لان ربنا زي ما قلت كريم عليكم وحابب لكم ان انتوا تكونوا في الطاقات الجديدة، لان قلبكم طيب، وزي ما قلت ما بتتعاملوش بعدالة في حياتكم، انتوا بتتعاملوا مع عدالة مع كل الناس الا في حياتكم. فالفترة دي انتوا شايفين نفسكم مضغوطين مهنيا عاطفيا في كل الاتجاهات، لكن ربنا هيكون كريم عليكم، في شخص بيدبر لكم حفرة، الحد ده زي ما قلت لا اما مرات اخ لا اما حد تخص علاقاتكم الحقيقة في العيلة. فدايما اقول خلوا بالكم، انتوا بتدوا لكل الناس طاقة ايجابية، لكن ما فيش حد بيديكم ابدا طاقة ايجابية. على جميع الاسر عندكم تغيير مباشر، في مكسب هتكسبوه او في ربح، البعض منكم عايز يشتري ذهب، البعض منكم عايز يشتري عربية، البعض منكم عايز يشتري اكتر من حاجة. خلال الفترة اللي جاية دي هيكون في اكتساب لرزق حلو، في طريق مضعضع، طريق مش مرتاحين فيه لكن برضو مكملين. الطريق ده سلبي ليكم، يا ريت تخلوا بالكم منه، انتوا اتألمتوا في الطريق ده كتير لكن برضو مصممين. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش تنسحبوا عن اي حاجة بتكونوا دخلتوا فيها بارادتكم. الانسحاب عندكم بالنسبة لكم موت، طول ما دخلتوا في حاجة بتحبوا تكملوها وتكبروا حتى لو كانت جاية على صحتكم. فياريت ما تفضلوش ترهقوا في نفسكم، زي ما قلت طاقة التفكير، وطاقة التفكير دي هي اللي مسببة لكم الارهاق، مسببة لكم عدم الراحة، تعبانين من كتر الضغوط مع العلاقات النرجسية او العلاقة النرجسية اللي تعباكم واخدة من طاقتكم. فخلوا بالكم، لان انتوا هنا هيكون عندكم دفعة لقدام، في خلاف بينكم وما بين حد مسبب لكم ضيق. عندكم حرف الدال وحرف الميم وحرف الحاء، الثلاث حروف دول ليكم علاقة بيهم، ليكم حد شخص كده في اسمه الثلاث حروف دول، في علاقة بينكم تخص، فياريت تخلوا بالكم لانه انتوا مش ناقصين وما بقيتوش تعاتبوا زي الاول. التغيير عندكم بشكل كبير، البعض منكم مخنوق وحامل هم هموم الدنيا كلها، حتى ملامحكم بدأت تتغير، ملامحكم متغيرة، ملامحكم مش زي الأول، مفيش أي استقرار في الملامح عندكم، الملامح نفسيتكم تعبانة فيها شوية، فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع، وأي عين مركزة معاكم وإنتوا حاسين إن إنتوا محسودين ياريت تحصين النفس، لأن في تجديد عندكم وفي فرحة إنتوا مستنيينها، في استقرار حلو الفترة اللي جاية، خبر بخصوص شفاء من طاقة سحر او حد هيغير مجرى حياتكم، فرصة مهمة جدا للتفكير وللراحة النفسية. فعشان كده دايما اقول ابعدوا عن اي حاجة انتم متعرضين لها، في خيانة، في غدر، في طاقة سلبية، في حاجات مؤثرة عليكم، اي حاجة مؤثرة عليكم فورا ابعدوا عنها. دايما بتتعاملوا بنية سليمة، دايما بتتعاملوا بنية، يعني ما الناس اللي معاكم ما يستاهلوهاش، او الناس اللي معاكم بتحسوا ان هم نيتهم مش زي النية بتاعتكم، فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من تعامل مع الاشخاص الاخرى اللي في حياتكم، النية بتاعتهم مش سليمة خالص في التعامل معاهم.
يعني انتوا بتتعاملوا بنية وهم بيتعاملوا بنية خالص، وانتوا بتبقوا يعني هتحسوا كده الفترة دي. كمان في حاجات بتحصل معاكم غريبة مش عارفين تفسروها، في تعارف على حد جديد، الحد الجديد ده انتوا هتتعرفوا عليه، او في تجاهل عندكم، انتوا بتتجاهلوا حد او حد بيتجاهلكم من غير ما تعرفوا السبب. على مستوى جميع الاوضاع اللي عندكم في تغيير، انتوا مخنوقين من حاجة الفترة دي، بس عايزاكم تصبروا عليها وما تستعجلوش، لان طول ما انتوا صابرين طول ما ربنا هيبشركم من حيث لا تحتسب. طريق الضلمة اللي انتوا فيه هيبقى قوة ليكم، وهيبقى ازدهار وثقة بالنفس، الثقة بالنفس عندكم عالية عالية قوي، لان ارادتكم هتكون قوية، والاندفاع اللي عندكم ده بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا دايما بتمتلكوا شياكة، بتمتلكوا حياة جميلة، بتمتلكوا تجديد في امور، تجديد في اشياء. بلاش القلق وبلاش تقلقوا نفسكم في طاقات انتوا مش تبعكم، فلوس جايه لكم على جميع المستوى بتاعكم، الفلوس دي هتكون تجديد، تجديد لحياتكم او تجديد لاموركم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طاقتكم مفتوحه، ثقتكم بنفسكم عاليه، بس دايما اقول خدوا بالكم، تاخدوا بالكم من ايه؟ من اي تردد او من اي حد ممكن يأذيكم. طب تعرفوا ازاي الاذى؟ انتوا بتعرفوه على طول. ليه؟ علشان ربط الاحداث اللي عندكم بيخليكم تعرفوا كل واحد من نظرة عينه، بمجرد ما بتبصوله، بمجرد ما تعرفوا الشخص ده عايز ايه وعايز مين وبيعمل كده ليه، ومؤثر عليه في كل حاجة. روحانياتكم عالية، ربط الاحداث اللي عندكم عالي جدا، في افكار جديدة على جميع المستويات عندكم. كمان في ممكن يكون كده في عندكم الفترة دي حرفيا حرفيا سفر، او ممكن يكون فتح حاجة معينة، الله اعلم، بس في سفر بكل الطرق مفتوح عندكم، يعني سفر هيتم على خير، او انتوا ناويين تفتحوا موضوع سفر مع حد، ناويين تكلموا بخصوص سفر مع حد، الله اعلم. انتوا عندكم سفر، والسفر ده هيكون استقرار، او هيكون خطوة جديدة، او انتوا عندكم رجوع من سفر. في مواضيع مفتوحة عندكم كتيرة، في كتب كتاب هتحضروه، هو مش باين كتب الكتاب لمين، بس في كتب كتاب عندكم مناسبة حلوة. ممكن يكون عندكم انتوا زواج سريع بسرعة، او في حد عندكم في ارض بيتكم هيتم زواجه على خير، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا. في لقاء بحد مش هيكون في الترتيب، هتسلموا عليه ومش هتكونوا متوقعين ان انتوا في يوم من الايام تشوفوا الشخص ده، هتشوفوه الفترة اللي جاية، وهتعملوا نفسكم مش شايفينه، يعني مش انتوا هيبقى فيه كلام، او ممكن هيبقى فيه امور، بس انتوا من جواكم ولا كأنه اثر فيكم، علشان انتوا دايما بتقولوا اللي يبيعنا بارادته احنا هنبيعه غصب عننا، انتوا دايما ماشيين بكده، مفيش حد بيأثر عليكم ولا حد بيخليكم تدفعوا ثمن غلطاتكم، انتوا بتبعدوا وبتتجنبوا اي حد يأذيكم، واي حد يكون سبب في يوم من الايام في الخزلان اللي انتوا فيه، لان الدنيا علمتكم كتير، علمتكم حاجات كتيرة جدا غير الاول. يعني لو في الاول كنتوا بتتعاملوا بطيبة اكتر، بدأتوا تتعاملوا بشكل مختلف، فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من نفسكم ومن اي حاجة في حياتكم. حياتكم الفترة اللي جاية هيكون فيها تقدم وفيها تغيرات حلوة، وفيها قعدة جميلة او فيها نصرة حلوة، ربنا كريم عليكم وعاطفي، وبيحب دايما ان هو يكرمكم من حيث لا تحتسب. شوية الخزلان، شوية العيون اللي مأثرة عليكم، لازم تحصين النفس، واشد المعاناة عندكم في المعدة، المعدة وجعاكم جدا، المعدة عندكم دايما في امور منعكسة. ونشوف بقى دلوقتي الرسالة بتاعتكم.
يا رب رسالتكم تكون جميلة وتكون قوية. بسم الله. نختار الورقة دي. رسالتكم: لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب احنا نستكفي بورقة واحدة، ناخد ورقة تانية ونختار دي. أمورك المالية في تحسين، فالخير قادم إليكم. الله يعلم ما في قلبكم. بسم الله. يعني الرسالة بتاعتكم إذا فيها قوة خارقة. سينصفكم الله في كل أموركم. يعني ربنا هينصفكم وهيقف معاكم في كل الأمور اللي أنتوا بتفكروا فيها حاليا. طيب مين كان أصحاب من الرسالة الأولى ومين كان أصحاب من الرسالة الثانية؟ يا رب الرسالتين يكونوا طاقة إيجابية لكم، ويكونوا فرق، ويكونوا تحسين تفكير، تحسين كل حاجة في حياتكم. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل وبالطاقة اللي انتوا بتدهاني لما بترفعوا الفيديو وبتهتموا في فيديوهاتكم. وإن شاء الله بإذن الله نزل لكم قراءات جديدة.